مرحبا بكم في أولى أيام هذا الشهر الفضيل، أولى يوميات ماستر شيف سيليبريتي. 8 من أشهر ألمع النجوم على الساحة الفنية، تعرفوا بالموهبة ديالهم وإبداعاتهم ونجاحاتهم الكبيرة لطبعات مشوارهم الفني. دنيا بطمة، صوت الخامة النادرة اللي كان عليها إجماع العالم العربي. هشام سرار، المنشط التلفزي اللي حفر اسمه وكون شخصية خاصة به، ارسم ملامحها بثقته بنفسه وإصراره على النجاح. عادل أباتراب، الشخصية الكوميدية اللي كيخبي وراها جدية كبيرة وتحمل للمسؤولية. ليلى عزيز، مصممة أزياء اللي استعرج بها فوليود. عمر لطفي، اللي تعرف بأدواره بشخصيات مركبة وابتعاده عن النمطية. ولاس، المغربي الإيفواري اللي كيعتز بالجذور ديالو. الفكاهي اللي حاز على جائزة أفضل فكاهي إفريقي. مريم الزعيمي، شخصية اللي كتدرس كل خطوة في مشوارها الفني قبل ما تحط رجليها وتأديها. سكينة درابيل، اللي تابعها الكبير والصغير في دور مرات مصطفى ونجاحها كان واضح وباين. هاد الكوكب من النجوم جمعاته برنامج واحد، برنامج غادي تدور أطواره حول الطبخ وتقنياته. كل واحد فيهم جاي من عالمه الخاص، ولكن في هذه التجربة اللي غادي يعيشوها غادي يكون عندهم نفس القاسم ونفس الهدف، وهو الفوز ودعم الجمعية اللي كيساندوها. العمل من أجل الجمعية هو الفرحة مضوبلة على 5 ولا 6. نجوم غادي نكتشفوهم من زاوية أخرى، وغادي نتعرفوا على الوجه الآخر ديالهم في الطبخ. ولكن غادي نطيب عباد الله. والأول مرة نجوم ماستر شيف سيليبريتي غادي يواجهوا تحديات خارج الورشة وفي أماكن مختلفة، ابتداء من الفيرما، ملعب الغولف، ملعب كرة القدم. طبق ديال لي سبورتيف، إلا كلاو المنتخب غيديو لكم في ديمون. النجوم غادي يلعبوا من أجل الجمعيات ديالهم تحديات ما عمرها تخطر في بالهم. يا عيني بغاتها وراها جايزة مع البنات، عاود نعطيك 4 ريال. 8 ديال النجوم غادي تنافسوا بتحديات استثنائية وفريدة من نوعها داخل ورشة ماستر شيف سيليبريتي. تحديات مختلفة غادي يحاولوا يجمعوا من خلالها أكبر مبلغ مالي للجمعية ديالهم ويضاعفوا حظوظهم للفوز. نجوم استثنائيين في موسم جديد ومختلف. سولنا نجوم إلى عرضتوا على لجنة الحكام أشنو غتوجدوا ليهم؟ إلى عرضت اللجنة لداري إش غادي ندير ليهم؟ كسكسور حماني من بنقرير بسبعة الخضار. نشوف الفيلينج ديالي والإحساس ديالي وهما كي دايرين، واش فرحانين ولا كاهين ولا شنو واقع لهم، باش وأنا كيفاش دايرة القنا ديالي وباش نعرف شنو غنطيب لهم. غندير لهم داك الماكلة كاملة اللي غيسقطوني عليها، غنحطها لهم غير هي سيمانة. غادي نطيب ليهم البيض، كنعرف نطيب البيض. إذا عرفت على جنة التحكيم غندير ليهم السوشي، ولكن غنقوي فيه البزار. غادي ندير ليهم الكسكسو إن شاء الله. شاف واحد يبان لي غلاق زعما غياكل، دونك خصو شي حاجة اللي دونك غندير ليه الكرعين. كرعين يلاه يلاه بقى يغمس حتى الصباح. يعجبني ان نعدلهم شي حاجه، شي اكله اللي انا تربيت بها وهي اكله هولنديه. شف مريم عطاها غير الذوق دوك الكرعين وصافي، بنت لي المعده عندها على قد الحال، وهذا ما كان. المهم نكبر بهم كيف ما كبروا بينا. شكرا لكم، بيزو، الى اللقاء. فقرة شيوة اليوم غادي نقترحوا عليكم اكياس بالخضر. غادي نحتاجو 4 القطع من الجبن، فلفلة خضراء، فلفلة صفراء، فلفلة حمراء، بصلة مفرومة، الجزر، القرعة الخضراء مقطعة إلى مكعبات صغيرة، زبدة مذوبة، 2 معالق كبيرة من المعدنوس مفروم، قبيسة ديال الملحة حسب الذوق، 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون. في مقلاة كنسخنوا زيت الزيتون وكنوضعوا البصل وكنخليوهم يطيبوا لمدة 3 دقائق. كنزيدوا الفلفلة الحمراء، الفلفلة الخضراء والفلفلة الصفراء، القرعة الخضراء، الجزر، وكنخليوهم يطيبوا لمدة 10 دقائق مع التحريك بانتظام.
كنزولو مقلات من على النار وكنضيفو المعدنوس وقطع من الجبن، ثم كنخلطوهم حتى ذوبان. كنقطعو أقراص من ورق البسطيلة، كندهنوها بالزبدة وكنملؤوها بالحشوة، ثم كنشكلو أكياس وكنربطوها بحبل من ثوم القصبي. من بعد كنوضعوها في الفران على درجة حرارة 210 مئوية لمدة 30 دقيقة وكنقدموها بالصحة والراحة. أشنو كيخبأ لنا البرايم الأول من ماستر شيف سيليبريتي؟ ساعات قليلة كتفصلنا عن أول برايم من هذا الموسم. المغامرة غتكون عندها نكهة أخرى. الأول مرة النجوم غادي يخوضوا تحدي خارج الورشة. بسم الله يفتح يا رب. مجدين بالرغم من المنافسة اللي كتجمعهم، ولكن النجوم مالئين الأجواء بروحهم المريحة وحسهم الفكاهي العالي. حلقتنا سلات، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.